بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. فخامة رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح، دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، سيادة رئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي، سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، أصحاب السيادة والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. إن المناسبات الكبرى والمواقف الإنسانية العظيمة هي التي تخلد في التاريخ وتترك صداها ينتقل بين الأجيال، وتعد محطات غنية بالعبر والدروس، فتستحق بذلك الاستذكار والاستلهام في كل حين. ومن هذه المحطات الكبرى يبرز اليوم الأول من شهر صفر، وهو يوم دخول أسرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سبايا وأسرى إلى الشام، لتترسخ تلك الأيام التي سجلها التاريخ حزناً وبطولة في آن واحد، حزناً على تلك الجريمة النكراء بحق النساء والأطفال والجرحى والمرضى والأسرى، أسراً وعنفاً وتعذيباً وترويعاً وتجويعاً وتعطيشاً، وهي مفردات تحمل كل واحدة منها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في ذلك الزمان وفي عصرنا الراهن، وبطولة لتلك المواقف التي صدرت من قادة الركب الحسيني الصامد، وعلى رأسهم أعظم النساء وأشجع المخدرات وأفصحهن السيدة زينب الكبرى بنت الإمام علي عليه السلام، وشقيقة سيد الأحرار وإمامهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، التي وقفت بوجه الطغاة والبغاة لتصرخ فيهم وفي أشباههم بأن الظلم والعنف والاستبداد طريقه إلى الزوال، وإن العزة والكرامة والإباء سبيلها إلى الخلود والبقاء، وهو ما تجسد على لسانها سلام الله عليها. إن تلك الجرائم الكبرى التي ارتكبت بحق السبايا وما سبقها في أرض كربلاء تحثنا على الاستذكار والاستلهام لوضع حد أمام جرائم العنف بكافة أشكالها ومناهضة هذه الظاهرة المقيتة في كل زمان ومكان. إن أي عملية إصلاحية لمعالجة الظواهر السلبية في المجتمعات، ومنها ظواهر العنف ضد المرأة أو ضد الطفولة أو العنف الأسري بشكل عام، بحاجة إلى ثلاثية التشخيص والمعالجة والتراكم. فعلى مستوى التشخيص يجب على النخب والمهتمين بهذا الشأن البحث عن جذور الظاهرة وخلفياتها لوضع خارطة طريق صحيحة للمعالجة، فمعرفة وتشخيص الجذور ستكون لها الحصة الأكبر في مسار التفكيك والتصحيح. ويتحتم هنا وضع قائمة محددة ومركزة بتعاريف وأسباب ظاهرة العنف كمفهوم عام، والعنف ضد المرأة والأسرة والطفولة بشكل خاص، للبدء بعملية المراجعة والمعالجة المجتمعية والقانونية، إذ ليس المقصود بالعنف هو العنف الجسدي فقط كما هو مشاع في الأذهان، بل يشمل العنف النفسي بكل أشكاله، فالمضايقة والإكراه والتجميد والتهميش والتحديد غير المشروع للمرأة تعد مداخل بارزة لممارسة العنف ضدها، وهي أشكال قد تكون أعمق من العنف الجسدي وتستدعي معالجات عديدة على المستوى الاجتماعي والثقافي والقانوني والقضائي.
وليس انتهاءً بالمعالجات التربوية والصحية والاقتصادية. إن التراكم الثقافي والإعلامي في إظهار مكانة المرأة وتعزيز أدوارها على مستوى الأسرة والمجتمع تمثل ضرورة ملحة ومقدمة صحيحة لمعالجة معوقات تقدمها وتمكينها واستعادة حقوقها الاجتماعية، كما أن تدعيم مكانة المرأة في الأسرة وإسناد أدوارها المجتمعية الهامة على جميع الأصعدة مع مراعاة الموازين الشرعية والأعراف الاجتماعية ورفع مستواها العلمي وتطوير إمكانياتها الذاتية هو من واجبات النخب السياسية والثقافية والأكاديمية. وقد دعونا في المؤتمرات السابقة إلى ضرورة مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله المادية والمعنوية، وما زلنا ندعو إلى تمكين المرأة على جميع الأصعدة والمستويات ونشدد على ذلك. السيدات والسادة، فيما يخص الشأن السياسي لا شك أن تعقيدات الساحة واختلال التوازنات السياسية والاصطفافات التي حصلت عقب الانتخابات والصراع الإعلامي الدائر كلها أزمات قد أخذت مأخذها من البلاد وقتاً وجهداً وترقباً، وما زال المواطنون يترقبون الحل ونهاية الانسداد السياسي الذي بات مضراً بمصالح الناس ومعطلاً لعمل مؤسسات الدولة. إن رمي الاتهامات والتنصل عن المسؤوليات والتصعيد المفتوح كلها أمور لا تخدم المواطنين بشيء ولا تزيدهم إلا نفوراً وحنقاً على جميع الأطراف، كما إن رفع سقف المطالب السياسية من دون وجود مشاريع واقعية وعملية لا يمثل مدخلاً لحل الملفات العالقة والضاغطة خدمياً وعمرانياً واقتصادياً. علينا جميعاً أن ندرك بأن سياسات التزمت والتنمر لا يمكنها أن تكون بديلاً لما ينتجه الحوار، لأننا لسنا أمام خيارات وتوقيتات مفتوحة، بل أمامنا خيار واحد هو أن نتقدم ونتجاوز الإشكاليات معاً بإيثار ووعي ومثابرة مضاعفة. وعلينا أن نتذكر دوماً أن العراق أكبر منا جميعاً وخيمته تستوعب الجميع، ولا يمكن اختزال الوطن في قومية أو مذهب أو جهة دون أخرى. إن حشد جميع الطاقات الاجتماعية والسياسية واستثمارها وتوحيد بوصلتها تمثل الحل الأمثل لما نمر به، فكل الأطياف والكيانات يجب حضورها وفاعليتها في هذا الظرف الزمني الحساس والخطير من عمر العراق. إن حضور الجميع لا يعني مشاركة الجميع في العمل الحكومي والتنفيذي على أسس المحاصصة والتوافقية السلبية، وإنما يعني فاعلية الجميع في صنع القرار ودعم الإنجازات والنجاحات وتقديم التوصيات والمقترحات البناءة التي تقوى بها الدولة وتنجح بها الحكومة في خدمة المواطنين ومصالحهم. لقد بينا سابقاً ونؤكد اليوم مرة أخرى بأننا لا نشارك في الكابينة الحكومية القادمة لا من منطلق الهروب من المسؤولية، بل من منطلق فسح المجال أمام رئيس الحكومة لاختيار فريقه الناجح والمنسجم، وسوف نساند وندعم كل إنجاز ونجاح يتحقق ونعده نجاحاً لنا جميعاً، وسنؤشر على مكامن الخطأ من منطلق الحرص والنقد البناء بعيداً عن إضعاف الدولة ومؤسساتها، وهو الأمر الذي دأبنا عليه في تقوية الدولة ومؤسساتها على الدوام. إننا نؤكد دعوتنا إلى جميع الأطراف
بتغليب المصلحة الوطنية العليا من خلال التعاون والتحاور البناء وترك الانفعالات والاتهامات جانباً. علينا جميعاً احترام الرأي والرأي الآخر وعدم الزهد بأي طاقة وطنية يمكنها المشاركة في صنع القرار وتقديم الأفضل من الرؤى والمشاريع. ليس معيباً أن نختلف في الأفكار والرؤى، ولكن من المعيب أن لا نجد حلاً لمشاكلنا ولا نحدد نقاط الالتقاء المشتركة التي تجمعنا في بناء الوطن وصيانة مصالحه وتقوية الدولة. إن العديد من المشاريع الوطنية المطروحة في ساحتنا التي تهدف إلى تطوير النظام وتعديل المسارات وتصحيح الأخطاء هي مشاريع حقة نتبناها ونعتقد بضرورتها، ونشارك الآخرين من القوى الخيرة في المضي بها قدماً، وقد طرحنا العديد منها في العقد المنصرم، ولا نزال نعتقد بأهمية تحقيق عقد اجتماعي وسياسي جديد أكثر رصانة وتطوراً وإجماعاً. وما زلنا ندعو إلى مراجعة وتطوير العديد من البنود الدستورية التي أثبتت التجربة أنها منقوصة أو غير عملية، ونؤمن بوجوب التحالفات الوطنية العابرة للمذهبية والقومية، ونؤكد على وجوب تجاوز المحاصصة السلبية من خلال ثنائية الأغلبية الفاعلة والمعارضة البناءة، كما نتبنى ضرورة التمثيل العادل والمتوازن للمكونات الاجتماعية وإدارة التنوع في بلادنا. كل هذه المشاريع وغيرها طرحناها ونظرنا لها وبادرنا بمفاتحة جميع الجهات بها سابقاً، ونكرر موقفنا بضرورة المضي بها وفقاً للأسس التالية: أولاً، التدرج الآمن والمنطقي. نحن نؤمن بأن المشاريع الكبرى في ظل الأنظمة الديمقراطية بحاجة إلى ثلاثية الإنضاج والإجماع والتقنين، ولا يمكن الاستعجال والانفراد في المضي بها وتجاوز الأطر القانونية في فرضها أو تمريرها. إن مشاريع كبيرة كالتعديلات الدستورية والقوانين الحساسة والاستراتيجيات الوطنية تحتاج إلى مشاركة فاعلة من جميع المكونات الاجتماعية والنخب الأكاديمية والثقافية والشبابية للمضي بها في بيئة مستقرة غير منفعلة، وهي لا تنحصر في الوجود البرلماني والسياسي فحسب، وإنما هي قضايا وطنية تستدعي مشاركة حقيقية من الجميع. ثانياً، الحوار والتفاهم. إن عملية التصحيح والتغيير في الأنظمة الديمقراطية تقوم على حوارات فاعلة وانفتاح على الرأي والرأي الآخر. وأما فرض الإرادات وتبادل الاتهامات وقطع جسور الحوار فهي سدود منيعة أمام أي تحول سياسي واجتماعي إيجابي وآمن في البلاد. ثالثاً، التوقيتات الصحيحة. إن التحول الديمقراطي الآمن بحاجة إلى بيئة سليمة وتوقيتات صحيحة، فالمطلوب هو أن ننتقل إلى مرحلة أكثر استقراراً وقوة وازدهاراً، لا أن نفرض على الدولة والمجتمع مشاريع آنية ومنفعلة تخرجنا من أزمة عميقة إلى أزمات أعمق وأكثر تعقيداً. نحن بأمس الحاجة إلى تهدئة النفوس قبل تعديل النصوص، وتصفية النوايا قبل تصفية الحسابات، وتقبل الآخر بدلاً من حذفه أو تجاهله، وإلى المشاركة والتعاون بدلاً من التنافر والتقاطع. رابعاً، الثقة المتبادلة. إن انعدام الثقة
والتشكيك بالآخر واحتكار حق التغيير وتجاهل الآخرين تمثل عوائق صادمة ومعطلة لأي تحول إيجابي في البلاد. أدعو جميع الأطراف والشركاء والإخوة الذين لا أشك في إخلاصهم ووطنيتهم ونواياهم الطيبة إلى تغليب مصلحة الوطن ومصافحة أيادي المحبة والأخوة والاستناد لبعضنا لنتجاوز الأزمات الراهنة معاً نحو مستقبل آمن ومزدهر لأبناء شعبنا. كما أوجه رسالة محبة وتقدير لأخينا السيد مقتدى الصدر وأبناء التيار الصدري الكرام، وأقول لهم: كنا وما زلنا وسنبقى أبناء وطن واحد وتاريخ واحد وأسرة واحدة. لا يجب أن يفرقنا اختلاف الآراء وسوء الفهم، ولا تمزق وحدتنا أيادي الفتنة والجهل والبغضاء. لم نزهد يوماً بعلاقتنا الأخوية معكم، على الرغم من التصعيد الإعلامي والممارسات الخاطئة التي صدرت بحقنا وبحق مؤسسات الدولة وتعطيلها. وكنا مع إخوة آخرين من القوى الوطنية في الإطار التنسيقي وفي غيره أول المبادرين لإقناعكم بالعدول عن مقاطعة الانتخابات، وأول المهنئين لكم بفوزكم فيها، وأول الداعمين لمشروع الأغلبية الوطنية بشروطها المطلوبة، ومنها حفظ مكانة المكون الاجتماعي الأكبر. وسبق أن كنا حلفاء في ميادين اجتماعية وسياسية عديدة منذ سنوات طوال، ونقدر ونحترم مكامن الاختلاف في وجهات النظر، ولا نرى ذلك سبباً لأي تشنج أو اتهام أو تشكيك. وما زلنا نعتقد مع الإخوة في الإطار التنسيقي بأهمية أبناء التيار الصدري وحضورهم وفاعليتهم في مراكز القرار والعمل في مؤسسات الدولة، لا وفقاً لاستحقاقهم الانتخابي فحسب، بل لوجود الطاقات الخيرة والوطنية في هذا التيار. ما أعرفه من إخوتي في الإطار التنسيقي أنهم بذلوا ويبذلون أقصى الجهود للحفاظ على اللحمة الوطنية ووحدة المكون الاجتماعي الأكبر والشراكة الحقيقية في القرار، وستبقى أبواب المحبة والأخوة مفتوحة، ويمكن الخروج بخارطة طريق مرضية للجميع تتخذ من المصلحة الوطنية هاجساً وهدفاً. إن الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة إلى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعل من هذا الخيار مساراً عملياً آمناً ومقبولاً من جميع الشركاء، وهو خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتعديل قانون الانتخابات وضمان سلامة أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة تعالج أخطاء الأمس القريب وإقرار الموازنة العامة للبلاد. أدعو جميع الأطراف إلى أعلى درجات ضبط النفس سياسياً وشعبياً وإعلامياً، وفسح المجال لتغليب العقل والمنطق والتفاهم. فبلادنا أتعبتها الحروب والصراعات والمهاترات، وشعبنا ينتظر منا بشائر الخير والحلول والخدمات. سلاماً لشعبنا الأبي وقواتنا المسلحة الباسلة وحشدنا الشعبي ومرجعيتنا العليا، وسلاماً لشهدائنا الأبرار ولا سيما الشهيدين الصدرين وشهيد المحراب وعزيز العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.